يا توانسة اللي عذبوكم، يا توانسة اللي قمعوكم، يا توانسة اللي ظلموكم. بن علي ما هربش، بن علي ما هربش، بن علي رجع عمره 87 سنة، فمه طايح ولابس كوش، اسمه الباجي قائد السبسي، الباجي القائد السبسي اللي في الحكومة نتاعو بدال الإرهاب، الإرهابي اللي خرج محمد الغنوشي في 2011، الباجي القائد السبسي اللي كان ضد استقلال القضاء وقمع مظاهرة استقلال القضاء 15 جويلية اللي عملها القضاة الشرفاء، الباجي القائد السبسي اللي استعرف بتزوير الانتخابات في عهد بورقيبة واستعرف تجاوزات نداء النهارين اللي فاتوا في التلفزة، الباجي القائد السبسي اللي ضرب اللاكريموجين جامع القصبة، تقولش عليه الكيان الصهيوني اليوم اللي يضرب في جامع الأقصى نفس الممارسات، الباجي القائد السبسي اللي هرب السيدة عقربي من المطار، الباجي قائد السبسي زاده اللي بعد نهارين من اللي ربح نداء تونس قال موعدكم كان بحاجة برك رجع هيبة الدولة. اش يقصد بها يرجع هيبة الدولة؟ يعني رجع هيبة المتراك، يعني نرجع ذلال قدام الحاكم، يعني راسنا ما عادش نجمو نهزوه، كلمة حق ما عادش نجمو نقولوها، هذا اش يقصد بيه هيبة الدولة. الباجي قائد السبسي زادة أول كلمة عقالها وأول حاجة عملها في موزايك يتكلم ليه نهارين قال باش نحل العدالة الانتقالية، باش نفرقعها وباش نحط سيان بتصدري في الحبس، أول تجاوز للدستور. في نفس الوقت نسمع بعد نهارين من الانتخابات لعائلات الشهداء هبطوهم من الكار المروحين للتالة، قال لك شنو بطاقات النقل نتاعهم وفات صلاحياتها، هذا اللي استنى فيكم. بعد ثلاثة أيام من الانتخابات زادة المهدي جمعة أعطاه كادو نقابة الصحفيين أراضي باش ياخذوها، ذكرنا بن علي وقت اللي كان يعطي في أراضي قرطاج. إيش معناتها هذايا؟ معناتها راهو بعد الانتخابات السماء باش ترجع زرقاء والعصافر باش ترجع تزقزق، هذا اللي استنى فينا مع الباجي قائد السبسي. احنا يلزمنا نتوحدوا، نتوحدوا ضد الباجي قائد السبسي ونتوحدوا مع راجل يضمن الحريات وراجل حقوقي، الراجل هذا هو المنصف المرزوقي، لازمنا نتوحدوا راه باش الظلم ما يرجعش. المنصف المرزوقي وقلي هو رئيس جمهورية ما حط حتى واحد في الحبس، حتى واحد في الحبس ما حطه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، أول واحد بادر بالحوار الوطني، ولكن المعارضة رفضت، حبت تتبع رباعي الحوار. علاش؟ خاطر عندها مشكلة مع المرزوقي. المرزوقي زاد أول واحد تلاقى مع خصومه السياسيين في قصر قرطاج لأنه ديمقراطي. المرزوقي زاد اللي قال قبل في مع سمير الوافي أنه حتى وكان يربح نداء ويرجع التجمع باش يحكي معاهم. علاش؟ خاطره رئيس ويمن باستقرار البلاد ويمن زاد بخيار الشعب. الرئيس هذايا نفس الرئيس هذايا زاد كان ضد قانون إقصاء التجمعين لأنه طابعه الحقوقي ربح طابعه الثوري. هذا الإنسان الحقوقي الوحيد في العالم العربي اللي مشى للبرلمان الأوروبي ويحكي وقفه ويصفقوله ويبكيه. زاد كيف كيف الرئيس العربي الوحيد اللي مشى للأمم المتحدة وقف مع المقاومة الفلسطينية وزاد طلب بإطلاق سراح مرسي. زاد هذا هو الرئيس التونسي الوحيد اللي عاود رجع حل البيبان والعلاقات مع أفريقيا ومع آسيا ومع أمريكا اللاتينية. هذا الرئيس الوحيد اللي استقبل عائلات الشهداء وكرمهم وهز الجرحى يداويه ومن كاسته الشخصية كان يعطي في الفلوس ويوزع فيها للعائلات هذية. الرئيس العربي الوحيد اللي شهريته رفض باش ياخذها كاملة وجزء الكبير منها مشي لصندوق التشغيل. الرئيس العربي الوحيد اللي تجم تسبه، تجم تتنقر عليه، تجم تقول فيه اللي تحب
وماكش خايف على روحك. نحن لهنا حاجتنا بواحد يضمن هالتعايش السلمي اللي في تونس، الوحيد اللي نجم يضمن الحريات، والوحيد زاده اللي اثبت انه الجيش ينجم يقعد مؤسسه محايده. ونزيد نذكركم انه الرئيس المرزوقي وقف ضد الانقلاب في مصر على عكس الباجي قائد السبسي وحزب المعارضه الكل اللي مشات تبارك للسيسي، وهاكم ريتوا النتائج توا. وشنو اللي قاعد صاير في مصر؟ موت، قمع، ارهاب، اقتصاد بارك، وبلاد فالسة. المرزوقي ينجم يضمن الاستقرار، المرزوقي ينجم يضمن الحريات، المرزوقي الرئيس العربي الوحيد اللي يقبل واللي دافع عن المرأة مهما كانت لونها وشكلها وتوجهها السياسي. ما عندوش مشكلة مع المتنقبة، ما عندوش مشكلة مع المتحجبة، ما عندوش مشكلة مع المرأة اللي مش لابسة حجاب. هو الراجل الوحيد اللي دافع على كل النساء، مش جزء من نساء تونس ولكن على كل نساء تونس. الراجل الحقوقي الوحيد اللي ماهوش عنصري، اللي مانديلا صاحبه واللي خرجوا من الحبس واللي كان يضرب ضد بن علي ويطالب ثورة شعبية، وعمره ما حط يده مع النظام البائد لا قبل الثورة لا بعد الثورة كما برشا أحزاب من المعارضة. الباجي الوحيد المنصف المرزوقي اللي نجم يقف ويعمل توازن مع تغول نداء تونس إذا شد الحكم، اللي نجم يعمل نوع من الاستقرار، لأنه إذا الباجي خذا الحكم بصير برشا تجاوزات دستورية، البلاد تجم ترجع فيها حتى ثورة ثانية. وإحنا نحبوا بالعكس الاستقرار وما نحبوش تغول الحزب الواحد كما كان في عهد بن علي. أنا سامحوني ما عادش عندي صوت. اللي نقولوا احنا ما عندناش ماكينة انتخابية، هي حملات شعبية تلقائية. هذاك الواش اليوم هي ثورة شعبية لرئاسة الجمهورية، ولازمنا الكل نقفوا معاه في أي بلاصة في أي مكان، يعمل اجتماعات شعبية يتوجه بها للمواطن باش يخاطبوا باللغة اللي يفهمها، خاطر الإعلام مقسي منه جملة، خاطر لهنا ماناش ورا رئيس، لهنا خايفين على مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وما نحبوش القمع يرجع وما نحبوش الذل يرجع. ولازمنا نقعدوا تونس نحافظوا على المكتسب الوحيد اللي جابته الثورة، هي الحرية التعبير وحرية التظاهر والكرامة، وهذا ما لازمناش نضيعوه. والسلام عليكم.